السلام عليكم. كما شفتوا العنوان ديال الفيديو هي تأثيرات الجفاف على بعض المناطق هنا في إقليم ميدلت. حاولنا نزور منطقة اللي هي تضررت بزاف بشكل كبير وهي منطقة غربين. هذه المنطقة اللي ما كتبعدش بعض الكيلومترات على زايدة، من خلال أن اكتشفوا المعاناة ديالهم اللي هي كتنطبق على أي تمويل ومجموعة من المناطق في الإقليم ديال ميدلت واللي كتهدد المنتوج ديال التفاح. تابعونا وبقوا معنا لآخر الفيديو وشكرا لكم. المسؤولين اللي كيهمهم الامر، واحد السد الا ما كاينش السد هنايا يا راه يا رياع والو. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. إذا أحد الفلاحة معنا من دوار غربين، التدخل ديالو على المعاناة اللي كتعانيو معها ضعف او ندرة المياه هنا بالمنطقة. تفضل. السلام عليكم. هذا واحد من الفلاحة ديال المنطقة ديال زايدة. بغينا باش تكونوا حتى نتوما في خبركم، احنا التفاح حنا حيدناه طيحناه، نتوما كتشوفوه طيحنا التفاح لان الماء ما كاينش. كنقولوا اللهم شجرة تبقى ولا التفاحة ديال ضيعة. نتوما كتشوفوا الارض، احنا جبنا الخدامة باش طيحنا هذا الشجر كامل. إذن حنا هذا الشيء هذا كنطلبوا من المسؤولين اللي كيهمهم الامر يجيو يشوفوا هذا الشيء هذا. راه هنا كيخص براج، راه الا ما كانش براج هنا راه صلات عنبي. ها يجمعوا اون فو بلي باجاج، يا با دو ديال الفلاحه. الا ما عندناش السد راه ما عندنا والو، فهمتي ولا؟ راه حنا كنقاسيو هنا العنب، احنا عنب ستيرنات والو، اوكي سوليسيون. دابا كنطلبوا دابا الناس اللي هما مسؤولين يجيو يراقبوا هذا الشيء هذا، احنا مضرورين، راه فيه ضرور. راه عباد الله، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي سمعت كيتقول لك بنادم، هاد التفاح هذا هو بلاش كيبناش كيعيش. الا ما كانش التفاح صافي غادي يهز حوايجو، غادي يدير ليكزود ويرم وما عندو حتى باش يكري. اذا شكون هي المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا حنا كنطلبو يكون عندنا السد. الا ما كانش السد هنايا يا راه يا رياع والو. الثلج باش كيطيح كيما كان، تبدلت المنزله، الشتا كيطيح البرد كيشربها، الماء والو صافي، ليريغاسيون والو، البومباج ما كاينش، البيار وكحو. وباش كتشربوا؟ والو كنشربوا بلي سيترن. احنا غنرسل لكم بعد الصوره ديال لي سيترن تيسقيو 5000 ريال لا سيترن، كل سيترن كتسقينا 20 شجره، وما بالك اللي عنده 1000 و 1000 1500 2000 شجره، فين غادي يمشي؟ لا لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين الشعب اللي كيتصبطوا لينا يتحركوا، تجي عندنا لجنه هنايا، راه كنطالبوا بالسد. الا ما كان السد في هذه المنطقه صافي جمعنا وطغينا. شكرا. والسلام عليكم. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إلا الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلاً